اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ايمن، الاول قبل ما ارحب بضيوف، انا بحب الفقره دي اصلي، فالفقره دي بالنسبه لي بتبقى فقره لطيفه يعني. ايوه صحيح، وبالنسبه للجمهور مش بالنسبه لي انا بس. طبعا صحيح، فعلا صحيح. هنتكلم عن احصائيات وارقام الخاصه بالبطوله النهارده وخاصه بفريق مونتيري وبعض الامور الفنيه الخاصه بهذا الفريق. انت شايف مونتيري فريق جيد؟ بص، هو يمكن فريق مونتيري مش زي مونتيري مثلا من سنتين ثلاثه، مظبوط، ولكن هو فريق جيد جدا. معاه طبعا مدير فني كان قبل كده مدير فني منتخب مصر خفير اجيري، فيعرف كل صغيره وكبيره عن النادي الاهلي وعن الفرق المصريه. فاعتقد مواجهته في اول مباراه هتبقى مواجهه صعبه جدا. عشان هو عارف كل حاجه، هو عارف كل حاجه ومعاه فريق كويس. كنت عايز اتكلم طبعا كريم واحمد ثابت بقى في حاجات ثانيه، في حته كابتن حرق كابتن، احنا نسينا طبعا. خلوني ارحب بضيوفنا دايما في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مساء الخير دايماً، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كله كويس. سعيد طبعا بالتواجد مع اثنين من الكباتن الكبار، كابتن اسلام وكابتن ايمن. يعني لا، خلي بالك انا مش كبير قوي يعني. انا كبير. منورين، ويعني دايما كالعاده الحقيقه، وكابتن ايمن كلنا احنا الاربعه النهارده بقى هنعرف نتكلم في كل اللي انتوا هتتكلموا فيه. مش هتعرفوا تضحكوا علينا يعني وتقولوا لنا اصل تشيلسي ضعيف والكلام اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت على بايرن ميونخ ده. السنه اللي فاتت بيقولوا على بايرن ميونخ ده. كريم سعيد اللي قال كده السنه اللي فاتت. العنوان يا كابتن اسلام اوعى تنساه، والعنوان نقط ضعف بايرن ميونخ. الناس كلها خدت على يعني مصر. هو بايرن ميونخ ما عندوش نقاط ضعف؟ عنده صح؟ مفيش فريق تشيلسي عنده ولا ما عندوش؟ اكيد عنده نقاط ضعف. عنده يعني؟ اكيد طبعا. نكتب لهم العنوان ده على السوشيال ميديا يا جماعه.